في البدايه انا معايا الحاج ممدوح من دمياط. برحب بيك يا حاج ممدوح. يا مرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك. بقول لحضرتك احنا منتفعين بارض مستلمينها في سيناء. ايوه. والارض دي يا باشمهندس، الارض دي الحكومه سلمتها لنا من 14 سنه. الارض دي حوالي يعني تخش في 20,000 فدان. وشفنا فيها اللي ما حدش شافه، يعني خسرنا اللي ورانا واللي قدامنا عشان نستصلح الارض ونشتغل فيها. وجينا السنه دي من اول الصيف والميه اتقطعت عننا نهائي. طبعا احنا بننوي من ترعه السلام، من فرع من ترعه السلام، مكن رافع بيرفع لنا من ترعه السلام على فرع على ترعه عبد ربه حماده. الارض دي تابعه لجهاز تنميه شمال سيناء في الامطره شارق. طبعا للاسف يعني متخذين القرار بياخدوه بعشوائيه وبنكون احنا الضحايا. انت معايا يا باشمهندس؟ كمل، انا سايب حضرتك تحكي الموضوع كله، اتفضل. احنا متخذ القرار بياخدوا الامور بعشوائيه وللاسف احنا بنكون الضحايا يا باشمهندس. احنا تعبنا في الارض دي من 14 سنه لما كنا واخدينها ارض سودا ملاحه لما زرعت، وخاصه انا بحدد ارض الغمر اللي على ترعه عبد ربه حماده. طب لو سمحت يا حاج، المنطقه دي اسمها ايه اللي انتوا واخدين فيها ارض، والمشروع ده كان تبع ايه؟ مين اللي طرحه؟ دي الارض دي تبع جهاز تنميه شمال سيناء في الانطره شرق. جهاز تنميه شمال سيناء بالانطره شرق. تمام. الارض دي اتقسمت لما جت تتوزع، اتقسمت منطقتين، منطقه اراضيها ملاحه غير صالحه للزراعه سلموها للفلاحين الصغار، صغار المزارعين وللخريجين، وانا واحد من الخريجين. ايوه. اتحرمت من وظيفتي، انا معايا بكالوريوس زراعه، وحرموني من وظيفتي وادوني الارض دي من 2001. ايه عباره عن ايه العقود اللي معاكم؟ لسه ما خدناش عقود يا باشمهندس. الارض دي كنا واخدينها بالقرعه العلنيه في عهد السيد الرئيس محمد حسني مبارك. تمام، بس انا دلوقتي لما اروح عشان استلم ارض بيبقى في مشروع، بيبقى في اوراق، بيبقى في كشف حتى اسمي. أيوة موجود في اي جهه؟ الارض دي كانت بالقرعه العلنيه، قدمنا اوراقنا، الخريجين قدموا اوراق التخرج، وصغار المزارعين قدموا الاوراق اللي تفيد ان هم ما لهمش حيازه في محافظتهم. تمام. تم قطع المياه عنكم في بدايه هذا الموسم. في بدايه هذا الموسم. بسبب ايه بقى؟ بسبب ترعه السلام. احنا بنديرهم من ترعه السلام، مكن رافع بيرفع المايه من ترعه السلام لترعه الترعه اللي تخصنا اللي هي ترعه عبد ربه حماده، دي الترعه الرئيسيه. فهمت. الترعه الرئيسيه دي متفرع منها اربع فروع، فرع واحد واثنين وثلاثه واربعه. طبعا الترعه الرئيسيه عليها مكن رافع بيجيب لنا المايه من ترعه السلام. فلما بنلم نفسنا كفلاحين وبنروح عند مكن الرافع نكلم الراجل المشرف الميكانيكي اللي تابع للجهاز اللي هو بيشغل المكن، طبعا الراجل ده وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله على هو مباشره، الراجل ده منتمي لجماعه الاخوان، يقول لنا انتوا لسه هتشوفوا سنين سوداء جايه بعد كده. طيب يا عم انت مالك ومال السنين السوداء والسنين البيضاء؟ انت راجل بتطلع بيجي لك اوامر من جهاز الري يقول لك شغل كذا ساعه في اليوم تشغيل، انت مالك ومال الكلام ده؟ السؤال يا حاج ممدوح، اتفضل يا باشمهندس. هو في اوامر صدرت له بخصوص الري؟ ما اعرفش ان كان في اوامر صدرت له ولا لا. المهم ان ساعات التشغيل قلت يا باشمهندس. احنا السنه دي الارض دايره، وجينا نكلم المهندس اللي هو المسؤول اسمه محمد مختار محمود، ده مهندس الري، قال لنا ايه يعني لما تسيبوا الارض بايره في الصيف؟ مش مهم صيف يا سيدي، تزرعوا في الصيف، تزرعوا في الشتاء. طب الارض دي ارض مملحه، لو فضلت في الصيف يا باشمهندس من غير زراعه بترجع 10 سنين ورا تاني. يعني انا عايز اعرف يعني، لا ما هو مفيش مسؤول عن الري، يبقى دي اجابته. ما يعني المدير الري يا باشمهندس اسمه المهندس محمد مختار محمود. طيب يعني ده في جهاز تنميه شمال سيناء اللي هو موجود حاليا في. ايوه بس هو كده المشكله بقت واضحه قدامي، لان انت كنت بتاخدني في سكه تانية. يعني انتوا الاراضي يعني انتوا لسه منتفعين بيها ومستقرين فيها، المشكله مستقرين من 14 سنه. اسمعني بس يا حاج ممدوح، يعني المشكله دلوقتي هي مشكله ري. مشكله الري بالظبط كده يا باشمهندس. طيب حاضر. المشكله مشكله ري. المشكله الاكبر يا باشمهندس ان احنا ما هجيش على زراعه الصيف بس، المشكله ان في اراضي من المنطقه، يعني المنطقه كبيره اربع فروع ترع، في اراضي كانت معدنها كويس وزرعت شجر مانجا وموالح، لما الميه اتقطعت الظهر بتاع المانجا واقع والموالح واقع يا باشمهندس من اول الصيف. طب ممكن تسمعني؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك، المشكله دي ابتدت في الموسم ده؟ نعم. المشكله دي ابتدت امتى؟ لسه في اول الموسم ده، من اول الصيف يا باشمهندس، من بعد طيب. ما خدنا القمح على طول مباشره. طيب النهارده انا هتابعها مع وكيل وزاره الري في سيناء، في محافظه شمال سيناء. و جهاز التنميه يا باشمهندس. ماشي. لا احنا هنتعامل مع الري بقى، نشوف ايه قصه الري. ما هو جهاز
التنميه، هو الري حاليا مقره بجهاز التنميه اللي في الانطره، جهاز تنميه شمال سيناء في الانطره، في الانطره شمال. طيب حاضر يا حاج ممدوح، حاضر النهارده هتابعها وهرد عليك يا حاج ممدوح. حاضر الله يبارك لك يا باشمهندس، شكرا. العفو.